أستاذ إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي موقع أس الأسبانية. أستاذ إيهاب عامل إيه؟ الحمد لله تمام. نورنا. نورك يا أمير وتحياتي ليك ولقناة النادي الأهلي وكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي. تأخرت في الطريق ولا إيه؟ زحمة. الحمد لله مصر. أحسن بلد في الدنيا مصر. الحمد لله. طيب عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، عايز أبتدي بمنتخب اليد والانجاز الكبير ده، بتشوفه ازاي؟ وكمان استقبال الشعب النهارده والجماهير اللي راحت المطار عشان تستقبلهم، استقبال اهم وكمان والجيد جدا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. طبعا الانجاز الاعظم للكره المصريه، لكره اليد المصريه او للرياضه المصريه بوجه عام في السنه دي، انجاز مشرف، انجاز غير مسبوق. عوضوا بيه كتير الاخفاق القروي لمنتخب مصر والمنتخبات القرويه المصريه في مختلف الاعمار السنيه في الفتره اللي فاتت، يعني اللي احنا عايزين نقوله فيه اخفاق. نجاح رائع ومحترم لاتحاد كره اليد المصري في مقابل، يعني انا شايف ان فرحه الجماهير الكبيره دي واللي احنا شفناها النهارده والاحتفالات الكبيره من الجماهير وتوافدها على مطار القاهره الدولي لاستقبال البعثه يعكس حاله الفرح الكبيره اللي عند الجماهير واللي شعرت بيه بعد الانجاز الكبير اللي حققه لعيبه اليد الناشئه ومصر اليد، اللي هم بينبؤوا باذن الله بمستقبل مشرق يعيد للكره المصريه ايام الامجاد بقى، ايام كابتن جوهر نبيل وفريقه الجميل المنتخب الجميل ده. وطبعا تقدير الرئيس السيسي للفريق بيعكس اهتمام الدوله كلها بشكل عام بالرياضه، والاهتمام الكبير حتى الرد السريع من الوزير اشرف صبحي على موضوع المكافئات ليهم، ده بيعكس طبعا اهتمام الدوله وتقديرها الكامل للانجاز العظيم اللي اتحقق لكره اليد المصريه. على طول الراجل استجابه سريعه، اول ما عرف 1500 جنيه والكلام الفاضي اللي اتقال ده مكافاه، فطلع على طول راجل وادلى بالتصريح وقال ان هياخدوا تقريبا حوالي 112,000 ونص. ده النهارده كمان موضوع وصل ل 150,000 جنيه لكل لاعب. بالظبط. شيء جيد طبعا. طبعا شيء رائع، واللعيبه ديت يعني يستحق، يعني فرحونا بصراحه. هم الصوره، هم اللي خدوا الصوره في الوقت ده، وهم اللي استحقوا كافه الثناء والانجازات، غير نجوم ثانيه خدوا الضوء الاعلامي وخدوا الهاله الاعلاميه وخدوا الشو وخيبوا امل المصريين فيهم للاسف. ده شيء في الحقيقه مهم ومميز جدا، ونسونا شويه الاخفاق الخاص بكره القدم في بطوله الامم الافريقيه على مصر، لكن اكيد برضو مش هننسى الاسباب اللي ادت لهذا الاخفاق اللي ان شاء الله هيتم تفاديها خلال الفتره اللي جايه عشان نشوف الكره المصريه في تقدم دائما. بالتالي عايز اروح معاك لبعض الاخبار المحليه الاول، وهنتكلم كمان عالميا، لكن عايز ابتدي بسوبر كوره. بتقول ان وفد فيفا يزور اتحاد الكره للتنسيق مع ثروه سويلم في تسيير اعمال الجبليه. بتشوف دور وفد الفيفا وقرار صدور او القرار اللي هيصدر خلال الفتره اللي جايه بخصوص لجنه مؤقته اتحاد الكره، تشوف القرار ده ازاي ومدى اهميته في التوقيت. زياره مهمه جدا في الوقت ده لوضع النقاط على الحروف بخصوص اللجنه اللي هتدير الكره المصريه الفتره المقبله، واللي تم الاعلان عنها في الساعات الماضيه عمرو الجنايني رئيس، وبتضم طبعا الكابتن محمد فضل بعد نجاحه الرائع والمبهر في بطوله الامم الافريقيه اللي كان يعني كان شخصيه رائعه حقيقه لمصر كلها ولقى اشاده الجميع، مع المهندس ماجد نجاتي اللي ما عرفوش طبعا كان راجل في عمل شغل جيد جدا في قطاع البترول مع انديه انبي كان بيتولى مسؤوليتها، وجمال محمد علي واحمد عبد الله وسهر عبد الحق. بالظبط. لجنه بس جمال محمد علي اعتذر. اعتذر بالظبط. وحسام غالي كان مرشح واعتذر. حسام غالي اعتذر من البدايه، الراجل خد كارير تاني ومستمر فيه دلوقتي مع النادي الجونه. عارف اهدافه ايه؟ بيعجبني فيه جدا بصراحه، هو عارف عايز ايه. محقق نجاح الحقيقه يعني. والفرقه احنا شفنا فرقه رائعه الموسم اللي فات، واللي عاملينه الموسم الجديد ينبئ برضو ان الفرقه هتكون كويسه. كابتن حسام غالي مركز مع الجونه وبالتوفيق ان شاء الله. ممكن الملف ده يتحسم خلال قد ايه موضوع الاعلان على اللجنه المؤقته اللي هتدير اتحاد الكره؟ خلال المقبله ده ما فيهوش كلام، هي الفيفا هتحسم الموضوع مع اللي هو العميد ثروت سويلم ويخلصوا الموضوع، استقرار على الاسماء لحين اجراء الانتخابات. طبعا هي احنا عارفين ان دي لجنه مؤقته لحين اجراء الانتخابات، لان الكره المصريه مقبله على تحديات مهمه وتصفيات امم افريقيا وتصفيات كاس عالم، فلازم يبقى قدام الفيفا في كيان شرعي بيدير الموضوع بعد استقاله المهندس هاني ابو ريده وكل اعضاء مجلسه عقب الاخفاق الافريقي يعني في كاس الامم الافريقيه. بعد حسم الموقف بخصوص هذه اللجنه هيتم الاعلان مباشره على المدير الفني اكيد صح؟ منتخب مصر الاول ده هيكون اول اهداف اللجنه، يعني اول دور ليها
هيكون الاعلان مباشره عن اسم المدير الفني. احنا عارفين ان شهر سبتمبر جاي في فتره توقف دولي للمنتخبات في ما بين التصفيات، ده احتمال احنا ما نلعبش ماتشات، احنا مش هنلعب اه بالظبط، دي مشكله في التصنيف برضو تنعكس عليك في التصنيف، ولكن مش هتبقى مؤثره قوي يعني بالشكل الكبير اللي احنا متصورينه. متصورينه. اهم حاجه ان بس اول ما اللجنه التعيين هيتشاف مين المدير الفني اللي جاي، اللي طبعا بنسبه كبيره جدا خلاص يعني مدرب وطني او مدرب محلي، بنسبه كبيره من الاسماء المطروحه بقى يستقروا عليها مين اللي هيستقروا عليه. حسن بدر انا لسه اقول لك ان تقريبا دائره الاختيارات بقت بتضيق حاليا في اسمين تقريبا او حاجه. اقربهم حسام البدري. بين الكابتن حسام البدري ويعني في اتجاه داخل اتحاد الكوره الموجود او اللي بيديروا حاليا ان الكابتن ربيع ياسين يكمل مع منتخبه. يعني كان الكابتن ربيع طبعا مطروح كاحد الافكار، بس انا شايف ان الاقرب داخل اروقه اتحاد الكوره ان هو الكابتن ربيع يكمل مع منتخبه، خاصه انه بينتظروا منافسات مهمه جدا طبعا للترشح للاولمبياد، فمركزين مع خصوصا المهم بقى كده. واضح من خلال بعد انجاز كره اليد، الواضح ان الاهتمام بالناشئين والشباب اصبح شيء لا غنى عنه في الحقيقه، طالما انت عايز تشوف منتخب اول قوي فلازم تخلي الكابتن ربيع ياسين يستمر، ولازم تشوف طبعا كابتن شوقي غريب يشوف كل طلباته تتنفذ، ولازم تجيب مدير فني جديد يعني زي ما قلنا الاقرب كابتن حسام بدري، لازم برضو طلباته تتنفذ عشان نشوف منتخب مصري قوي جدا جدا. بدايه اصلاح حال الكره المصريه اصلاح حال قطاع الناشئين كويس، اصلاح الانديه، حتى الانديه واحنا قلناها كتير، اصلاح الانديه من جوه وبناء انديه قويه، دايما الانديه لما بتطلع ناشئين صح بيبقى نادي قوي بدل ما اعتماد على الشراء والكلام ده. لازم نهتم بالناشئين الفتره الجايه، منتخب مصر لازم يبقى واضح. احنا شايفين المنتخبات الافريقيه تقدمت جدا جدا كلها في بطوله افريقيا الاخيره، شفنا اسماء ابهرتنا ما كناش نعرفها في المنتخب الملغاشي مدغشقر ومنتخبات ثانيه كتير، الاسماء اللي فيها النجوم دي احنا بنعرف انها بتلعب في الفرقه دي، نكتشف فجاه انهم يعني كلهم محترفين وما لعبش. اما نبدا عليه الاساسيات بتاعته او اللاعب ده كان بيلعب فين، بنلاقي ان هو ما كانش بيلعب في اي فرقه محليه في بلاده. هو ناشئ على طول في اكاديميه بتاعت النادي الفلاني في مالي، اكاديميه ارسنال في نيجيريا، اكاديميه مش عارف نادي ايه بايرن ميونخ فين في دوله افريقيه، يا دوب بيخشها وبيطلع على عالم الاحتراف بره. اهتمام بالناشئين لازم الفتره الجايه نبقى نشوف تجربه محمد صلاح دي، ما يبقاش احنا يعني كل الدول الافريقيه عندها كذا لاعب بتتكلم عليه بالظبط، احنا بنتكلم محمد صلاح كل شويه محمد صلاح، وامل منتخب مصر محمد صلاح مع احترامي الكامل لمحمد صلاح، بس لازم يبقى في عندنا 10 محمد صلاح، في 11 محمد صلاح في الملعب بيلعبوا. فده مش هيتحقق الا من الاهتمام بالناشئين، توسيع قاعده الاختيار، الاهتمام بالانديه الشعبيه، الاهتمام بالصعيد والمحافظات والنزول، ونشوف ونبص على اللعيبه ونبدا نختار ونبدا تختلف الصوره كليا في الفتره طيب المقبله. خلينا نقول خبر مهم جدا بخصوص المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، خبر خاص بلجنه التخطيط للكره ان هي بتدرس السيره الذاتيه للمدربين المرشحين للنادي الاهلي. في بعض التفاصيل في هذا الخبر، اوصلت لجنه الكره او لجنه التخطيط للكره برئاسه الدكتور طه اسماعيل اجتماعاتها ظهر اليوم لبحث اختيار المدير الفني الجديد للاهلي الذي سيتولى مقاليد الامور خلال الفتره المقبله. وقامت اللجنه باستعراض السيره الذاتيه لاكثر من 30 مديرا فنيا اجنبيا من مدارس كرويه مختلفه على مستوى العالم، وبدات في اختيار الخمسه الافضل. ده مهم قوي، بدات في اختيار الخمسه الأفضل وفقا للمعايير التي وضعتها بما يتماشى مع في الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية. ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط للكرة التي ما تزال في حالة انعقاد مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة قبل الاجتماع المقرر انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لعرض ملف من وقع عليهم الاختيار من المدربين الفنيين المرشحين قبل بدء التفاوض معهم. خبر مهم برضو، ونادي الاهلي بيتواصل مع الناس بيقول لهم اخر الجديد بخصوص المدير الفني، وده ملف هيكون مهم جدا بكل تاكيد خلال الفتره الجايه. بالظبط، الملف الاهم على ساحه النادي الاهلي حاليا لا صوت يعلى على صوت اختيار المدرب الجديد. لفت انتباهي في الخبر شيء مهم جدا، كلمة أجنبيا بين 30 سيرة، وده يغلق الباب تماما أمام يعني سورة. أنا عايز أقول الهري والكلام الفاضي اللي عمال يتردد في الصحف ده، فلان أسماء معينة محلية مرشح وفلان مرشح، لن يدرب الأهلي خلال الفترة المقبلة مدرب محلي. هو مدرب أجنبي، دي قاعدة، المدرب القادم للنادي الأهلي مدرب أجنبي، الاختيار صعب. الناس صعب طبعا،
ناس متوقعه متوقفه وكله يقول لك الاهلي ما اعلنش الموضوع سهل، لا الموضوع صعب. الاهلي جرب في الفتره اللي فاتت مدارس كتير زي ما شفنا، ما كانش بيحصل ابدا في النادي. ليه؟ جرب كارترون، كل مدرب يعني برضو صادفوا ظروف معينه، جاريدو، كارتينو، مارتينيول، على مدار المجلس ده والمجلس اللي قبله واخيرا لاسارتي. التجربه اثبتت ان الاختيار في الفتره المقبله يجب ان يكون اختيار دقيق، اختيار بعمق، اختيار في بحث للمرحله المقبله. النادي الاهلي عايز ايه وانا عايز ايه منك، زي ما بتعاقد مع اي مدير فني اجنبي في العالم كله عقده لكاس العالم مثلا في فرنسا يقول له كاس العالم كذا، عقد اليورو 2020 هتعمل لي كذا، فلازم يبقى في اهداف في ده كله حطاه لجنه تخطيط الكره النادي الاهلي برئاسه الكابتن طه اسماعيل وباشراف الكامل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، متابعين الملف في الاسماء كتير جدا. عايز اقول لك ان فيها يعني من واقع الواحد عرفه في النادي في المدرسه الالمانيه في منها اسماء كتير متواجده في ال 30 اسم كان طبعا. متواجد كان في متواجد المدرسه البرتغاليه، كان في متواجد مدربين هولنديين، كان في متواجد مدربين فرنسيين في الموضوع، درست كل لجنه كرواتيا مدربين وفي مدرب صربي موجود فيهم ودي فيهم اعتقد اثنين كروات يعني برضو الواحد قريب يعني من الملف يعني طبيعي شاف كذا سي في بيتم طرحه بالظبط يعني تشوف انت تختار مين يعني. هو الواضح ان الاهلي هيستقر على خمس اسماء حاليا ان لجنه التخطيط استقرت على خمس اسماء هم الافضل في المجموعه دي، وخلال انا متوقع باذن الله خلال الايام هي لسه ما استقرتش بشكل نهائي على خمسه، هي بتقول ان هي هتستقر على خمس اسماء ويتم عرض السيفيهات بتاعتهم على الكابتن محمود الخطيب والتشاور هيبقى مع لجنه التخطيط بخصوص الانسب فيهم ان شاء الله. برضو اعتقد ان ده هيكون بسرعه اكيد ان شاء الله، ده متاخر ما بقول لك مش هيتاخر الموضوع ده كتير يعني باذن الله الاسبوع الجاي ممكن هنعرف المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، هيكون معلن لوسائل الاعلام ومعروف لعشاق الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. كويس. طيب ازمه التحكيم بتشوفها ازاي؟ ازمه التحكيم هتكون ملف مهم جدا قدام برضو اللجنه قادمة لإدارة الكرة المصرية لا يتم اختيارها، لازم البحث عن حلول الملف ده. هل تأثر النادي الأهلي بالتحكيم من وجهة نظرك؟ طبعا طبعا. طب الحل ايه؟ المباراة الأخيرة خير دليل، مالهاش علاقة إن أنا مع احترامي برضو طبعا للجماهير، مالهاش علاقة إن أنا في قناة النادي الأهلي أو إن أنا كذا، هي أمور واضحة. أنا راجل ناقد رياضي وشايف اللي بيحصل قدامي بالزبط. في أخطاء واضحة الجميع يتكلم عنها يعني على مختلف انتماءاتهم. كويس. وعانوا من التحكيم وبرضه التحكيم زي ما النادي الاهلي عانى، انا بقول في انديه ثانيه عانت من التحكيم على مختلف الالوان، وعانوا دي حقيقة دي حقيقة. وعانوا من الحكم جهاد جريشه الذي لم يكن موفقا تماما في مش هقول في المباراه هل دي هو مش في الموسم موفق؟ بالكامل هل هو مش موفق ولا هي دي امكانياته مع احترامنا الشديد لشخصه من وجهه نظرك؟ انا مش عايز اقول هي دي امكانياته لانه حكم تم اختياره لاكثر من محفل دولي مهم، فصعب يعني مش اختياراتنا احنا بس، احنا بنرشح قائمه دوليه كامله، انما الاختيار بالنسبه للفيفا والاختيار بالنسبه للكاف بيبقى هم اللي بيختاروا بالظبط مش احنا اللي بنختار، فاكيد اختياره لاكثر من محفل دولي واكثر من مسابقه في الفتره اللي فاتت ده يدل ان هو مدرب حكم امكانياته جيده، ولكن ماذا بس على ارض الواقع احنا ما بنشوفش هذه الامكانيات الجيده بالظبط. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كلها في كل المباريات اللي ديرها انت عملت اجهاد جيشه كارثه في نهائي دوري ابطال افريقيا وعملت احتقان وغضب بين الجماهير المغربيه جماهير الوداد وعشاق الوداد وهاجموك بشده، وبعدين حصل تحركات مصريه مش عايزين نتكلم فيها لرفع الايقاف عنك. كان في مسانده يعني ليه في الحقيقه ومسانده عالميه كمان طبعا مسانده رفع الايقاف عنك وتم رفع الايقاف عنك، وبعد ذلك جاءت مباراه الاهلي كل بص كل البشر خطاون دي ما فيهاش كلام وكل كل حكم ليه اخطائه، ولكن ليست بهذه الصوره. احنا شفنا نهائي اليوروبا السوبر الاوروبي بين ليفربول وتشيلسي الحكم ادارت مباراه يعني ابداع كله بيبص عمال بيستشهد بالحكم يا ريت الحكم دي تحكم الماتشات كله، يبقى لازم لجنه اتحاد الكوره مع لجنه الحكام كابتن سمير عثمان الفتره الجايه باذن الله لازم يبقى في تركيز اكتر على الحكام، لازم يشوف ايه السبل اللي من خلالها نرتقي بمستوى التحكيم ومستوى الحكام في مصر. تقنيه الفار اللي النادي الاهلي طالب بيها اللي هي تقنيه الفيديو لازم يتم تطبيقها. اكتر من مره الاهلي طلب التقنيه دي وما اتنفذتش وكان في وعود بالتنفيذ كمان ولا احد يستمع، وتم اتحاد الكره عرض قبل كده قال لك ان احنا عايزين مقابل كذا كذا من الانديه والنادي الاهلي وافق. مش دعوه النادي الانديه وافق انه مقابل معين مقابل بس انت دي اجهزه رغم ان ده دور طبيعي ومباشر وضليع لاتحاد الكوره انه ينبي تمام، بس لازم العمليه يعني مش مكلفه بالصوره الباهظه اللي موضحها لنا اتحاد الكوره كل العالم بيطبقها دلوقتي. هل اتحاد الكوره ما عندوش الامكانيه ان هو يطبقها يعني ما عندوش الجوانب الماديه اللي تساعده على كده؟ لا عنده يعني ما انا بقول لك العمليه مش محتاجه المساله الصعبه دي. احنا نشوف السنه دي بدات
تطبيق تقنيه الفار الفيديو في اعظم دوري في العالم انجلترا، دوري الانجليزي البريمير ليج، تم تطبيقها لاول مره السنه دي. حرمت، مش هنقول حرمت، هي منحت الحق مباراه توتنهام ومانشستر سيتي. هدف جيسوس في الدقيقه 94 يتم الغاءه، ويتم الغاءه وقرار سليم. هدف ريال بيتيس استحاله الحكم يجيبها مع ريال مدريد في الجوله الاولى. الكره لما اتعادت قدامنا بتقنيه الفيديو وشفناها صعبه جدا على البشر في النهايه. هو بشر، ارجع ليها وبص فيها الكره اللي فيها شك. لازم، انا شايف ان تقنيه الفيديو لمنح الحقوق لاصحابها لازم تتطبق. النهارده كان في تصريح جميل جدا في الجزء الثاني من الحوار بتاع محمد صلاح نجمنا كمان السي ان ان، تصريحاتهم متتاليه خلال اليومين دول في الحقيقه، اتكلم على تقنيه التصريح، هو يعني يحمل طرافه وسخريه. قال تقنيه الفيديو تطبيقها اما اتسال عليها في الدوري الانجليزي قال هتديني حقي وهجيب اهداف كتير جدا في المنافسين الفتره الجايه. لا، شيء مهم في الحقيقه. تصريحات محمد صلاح بالمناسبه امبارح كانت تصريحات برضو مثيره شويه، وكان في اختلاف شويه بشكل نسبي عليها، يعني بخصوص معسكر المنتخب في بطوله الامم الافريقيه والاتفاق في هذه البطوله وكواليس ازمه عمرو ورده. تعليقك ايه على هذه التصريحات؟ اولا مش شايف ليها وقت، يعني لازمه في الوقت ده. انا مش شايف يعني ايه وقتها كان امتى؟ ايه محلها من بدري؟ طبعا وقت انتهاء البطوله. وقت انتهاء البطوله في التوقيت ده يعني كنت عايز، كان لازم تتفجر هذه المشكلات وتتكلم عنها. ويجب على محمد صلاح ايضا يعني برضو توجيه كناس بتحبه، يعني مدير اعمال ما يكونش مدير اعمال بس. يجب يبحث حد يتكلم ازاي، ايه التصريحات اللي تخرج مني والتصريحات تطلع امتى وفي الوقت ده، شيء مهم جدا في العالم كله. والنجوم الكبار محمد صلاح حاليا بقى زي ميسي ورونالدو ونيمار والناس دي، لازم يشوف تصريحاته امتى بتطلع ازاي وايه اللي بيتقال فيها. طيب، عايز ارجع تاني للنادي الاهلي واستعداده لمباراه اطلع بره. وسمه من سمات الاهلي دايما زي ما انت عارف وكل الناس عارفه، انك بتخسر بطوله او حتى بتكسب بطوله بتكسب مباراه بتفكر في الجاي على طول، بتشوف الاستعدادات ازاي واهميه مباراه اطلع بره بخلاف النتيجه. الموضوع شبه يعني ان شاء الله باذن الله سهل جدا، لكن في نفس الوقت مباراه مهمه لانها جايه ورا مباراه انت اخفقت فيها امام بيراميدز. المباراه لمصالحه الجماهير في المقام الاول كويس، باداء جيد ونتيجه جيده ايضا. النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا حسم التاهل الحمد لله طبعا لمجموعات الدور المقبل. فوز 4-0 في المباراه الاولى نتيجه كبيره. الفريق حاليا لاعبون يعني زي ما شفنا في التدريبات والجزء اللي فات من الحلقه والكلام بتاعهم، اللعيبه كلها معنوياتها مرتفعه، اللعيبه عايزه تصالح الجماهير، عايزه تقدم حاجه للنادي الاهلي عشقها الاول وبيتها الكبير. وانا واثق ان اللاعبين هيكونوا في المباراه دي على قدر المسؤوليه، كابتن محمد يوسف على قدر المسؤوليه اللي هو فيها، ومش اول مره يتولى مسؤوليه صعبه وينجح في العبور بالفريق بيها. محمد يوسف كان اصغر مدرب في افريقيا يفوز بدوري ابطال افريقيا. محمد يوسف مدرب لديه امكانيات وقدرات فنيه جيده، عاشق للنادي الاهلي ويحب النادي الاهلي. والفتره اللي فاتت واحنا نعلم كانت لديه عروض جيده للرحيل عن النادي الاهلي داخلا وخارجا، لكن الرجل تمسك بالبقاء في بيته وتمسك بالبقاء في النادي الاهلي في الوقت اللي كان محتاجه فيه. كل ده اكيد ما يعني شيء معروف يعني. كابتن محمد يوسف في الحقيقه يعني اهلاوي جدا وبيحب النادي وكل الكلام من ده، لكن برضو عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط انه ممكن يكون تمهيد لاستمرار كابتن محمد يوسف. لا، الموضوع محسوم يا جماعه، مدير فني اجنبي هو اللي قادم. ركزنا على نقطة أول ما أنت بتقول الخبر، قلت لك أهم ما فيها كلمة أجنبيا بالزبط. لأن المدير الفني القادم للنادي الأهلي مدير فني أجنبي أيا كانت جنسياته بالزبط. في أوروبا، ولكن هو مدير فني أجنبي. ده محسوم، لجنة الكورة حسماها ومجلس إدارة النادي الأهلي مستقر على الموضوع ده. ولكن كابتن محمد يوسف حاليا في مهمة انتقالية مؤقتة لحين قدوم المدير الفني الجديد، وهي هتكون مهمة قليلة كمان يعني فترة. احنا لسه بنقول يا أمير إن بإذن الله الأسبوع الجاي سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد. تمام، متوقع إن الماتش يطلع بره نشوف فيه تغييرات بقى في التشكيل. ممكن تلاقي بعض العناصر ما لعبتش خلال الفترة اللي فاتت، أبرزهم مثلا صلاح محسن مثلا، تلاقي متولي لسه منضم حديثا، أليو ديانج باستمرار، إشراك أفشة. بتشوف إزاي التشكيل ممكن شايف التغييرات في التشكيل ماتش بإذن الله يوم الجمعة؟ التغييرات مش هتكون كبيرة. تمام، التغييرات مش هتكون كبيره، هتكون في نطاق ضيق جدا. اعتقد التغييرات الابرز هتكون في خط الدفاع. لازم في خط الدفاع طبعا لازم اعتمد على مدافع. انا عندي اتنين مدافعين شاريهم في فتره قليله جدا ورا بعض متتاليين، ياسر ابراهيم متولي وبعديه محمود متولي. ازاي ما العبش بيهم؟ رامي ربيعه ما شاء الله يعني من ساعه ما رجع مستوى جيد جدا، مستوى رائع. وملل المكان بتاعه، يجب اللاعب اللي يلعب جنبه دون التقليل من اي لاعب،
لازم انه يكون لاعب ديفندر صريح كويس مهامه كامله زي ما شفنا مع منتخب مصر في بطوله افريقيا وفي مباريات كتيره وفي قبل كده مع اسمها ايمن يجيد اكثر في مركز الظهير الايسر بيتالق فيه رغم انه لاعب جوكر وبيقدر يلعب بس برضه خلينا نقول ان هو تالق في مركز المساج برضه يعني الحقيقه بيقدر لعيب جوكر وبيقدر يلعب في كذا مركز ولكن انا لازم انا اجيب صفقات انت قصدك ان كل واحد في اختصاصه احسن بالزبط. في مركزه افضل وبعدين انا اجيب صفقات يا امير لازم اعتمد عليها بالظبط لازم اجرب فيها لازم ادي الصفقات دي النادي كل انديه العالم لو شفت حتى في بدايه الفتره التحضيريه بتعتمد على الصفقات ودي من الاشياء برضو الغريبه شفتها في الفتره اللي فاتت سواء في ماتش افريقيا اللي الاهلي لعبه او ماتش الكاس انت فين يا لاسارتي من الصفقات اما مش هجرب في مباراه سهله زي كده الصفقات المباراه تطلع بره الاولى مش هجرب الصفقات اللي عندي هجرب امتى مش هجرب اللعيبه اللي لم اعتمد عليها في الفتره اللي فاتت هجربها امتى محمود بنتولي كان قدامي فرصه ان انا اشوفه عامل ازاي الراجل اللي جبته جديد ده حالته الفنيه اخبارها ايه بدنيه الكلام من ده قفشه كان قدامي فرصه ان انا اشاركه اليو ديانج كان قدامي فرصه ان انا اشاركه يعني ده الطبيعي ده الف ب كوره ان انا عندي صفقات جديده في العالم كله ببدا اجربها عشان اشوف الوضع ايه معايا بالظبط ده شيء مهم والمؤكد باذن الله ان القادم افضل للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله اتكلمنا في بعض الملفات المحليه واتكلمنا فيما يتعلق بالنادي الاهلي عايز اتكلم معاك كمان بقى عالميا وفي كلام واخبار كتيره ولسه سوق الانتقالات مستمر في بعض الدول قفل بس في انجلترا لكن الاسبانيا حتى الثانيه 2 سبتمبر في كل دول اوروبا باذن الله اخر الاخبار ايه هناك في اوروبا وانتقالات وبالتحديد نيمار هو الحديث لا صوت يعلو في اوروبا كلها عن نيمار نيمار هيروح فين نيمار غاوي يعمل دايما الشو ده حوالين كل سنتين بيحصل كده يعمل الهيصه دي حواليه زي ما بنقول كده نيمار حاليا الصراع قوي عليه بين قطبي اسبانيا وقطبي الكره العالميه في الفتره الاخيره طبعا لكل الناس بيتابعهم برشلونه وريال مدريد اقرب لبرشلونه رغم الخلاف اللي بين باريس سان جيرمان وبرشلونه كاداره ناديين ولكن في نفس الوقت يعني ريال مدريد يترقب كالفهد بالظبط عايز ينقذ وعايز يشوف العرض الاخير لنيمار من برشلونه هيكون عامل ازاي عشان هو يدي عرض افضل لباريس سان جيرمان اللي بتتمنى بيع نيمار لريال مدريد مش لبرشلونه هم بيتمنوا انا بقول لك في خلاف بين الناديين بالظبط امبارح كان في اجتماع في نادي برشلونه ضم قيادات النادي كلها على الصعيد الاقتصادي هم عندهم مدير اقتصادي ومدير اداري ومدير بقياده جوزيه ماريا بارتوميو مدير رئيس النادي وتم الاستقرار على تقديم اول عرض رسمي حتى قالوا كتابي كده في الصحف مكتوب لباريس سان جيرمان هيتقدم خلال الساعات اللي جايه ديت عرض اعاره عرض اعاره مقابل 20 مليون يورو مع بند شراء الزامي في نهايه الموسم مقابل 150 مليون يورو وده عرض وده اختلاف كامل يا امير في العروض من برشلونه لباريس سان جيرمان احنا عارفين ان الفتره اللي فاتت كلها برشلونه كان بيعتمد على عروض مبادله بالظبط وده كان بيرفضه باريس تماما مره احط خصوصا بعد ما كوتينيو راح بالظبط مره احط كوتينيو مره احط ايفان راكيتيتش مره احط صامويل اومتيتي احط لهم نيلسون سميدو عمال ابدل له لعيبه وباريس قافل القصه تماما بالزبط. ناصر الخليفي رئيس النادي او ملك النادي القطري هو مقرر ان انا عايز اموال بالزبط. وكان محدد الاول 300 مليون يورو مبلغ كبير جدا عشان هو دفع فيه 222 مليون يورو قبل كده ولكن هو حاليا اللي ما يدور داخل اورقه النادي الباريسي او في حديقه الامراء لو وصل عرض شراء مقابل 150 مليون يورو مباشره سيتم بيع اللاعب هيوافق باريس سان جيرمان على بيع طب هل برشلونه قادره ان هي تدفع المبلغ ده دلوقتي؟ استحاله ليه بقى؟ استحاله في ظل الازمه الماليه اللي بيعاني منها النادي وفي ظل شراء جريزمان جريزمان كلف خزينه النادي 120 مليون يورو ده قفل موضوع انه يدفع المبلغ ده ولذلك كل اللي بيدور فيه برشلونه حاليا ايه زي ما انت قلت من شويه؟ عرض اعاره هو لا برشلونه ما يقدرش يدفع المبالغ دي في لاعب بس برضو البعض بيتكلم على ان نيمار ما طلعش صرح برغبته هل ده معناه ان هو ما عندوش مانع ان يروح ريال مدريد وهو ما ينتظره مسؤول برشلونه مسؤول برشلونه نفسهم ان اللاعب وده تصريحاتهم اكتر من مره يطلع يتكلم انا عايز ارجع برشلونه هم الجمله دي مستنيين انا عايز اروح برشلونه ده اللي منتظرينه منه وده اللي هو ما عملوش حتى الان وده تخطيط برضه اعتقد ان وكيل اعماله تفكير مميز بالنسبه له طبعا ان انا ما بعملش انا ما بقفلش السوق افرض الموضوع ما بقفلش السوق بتاعي انا في ريال مدريد نادي كبير طبعا الهدف الاول والاهم حاليا لنيمار هو الخروج من حديقه الامراء بالظبط
عشان ما بتلبيش طموحه، النادي مش ملبي طموحه. هو اللاعب فكر ان هو اما هيخرج من برشلونه هيخرج من عباءه ميسي وهيصعد منصات التتويج، حسبها غلط، والفوز بالكره الذهبيه زي ما كوتينيو حسبها غلط بالظبط، والفوز بدوري ابطال اوروبا، وده كل ده اعتقد انه هيحصل معاه وهو ما لم يحدث معاه. تمام. طيب النهارده بيقال ان والد نيمار عمل فولو للاكونت بتاع سيرجيو راموس على انستغرام، هل ده ممكن يكون مؤشر لانتقال اللاعب ريال مدريد؟ الاكثر من كده، والد نيمار على اتصال مستمر خلال الايام المقبله ببعض الوسطاء في ريال مدريد كمان وبعض المسؤولين ريال مدريد. يعني والد اللاعب واللي هو يعتبر جانب من وكيل اعماله برضه في جزء من المسؤولين عن وكاله اعمال اللاعب، يرغب في انتقاله لريال مدريد ويسعى لكده، وبيعمل مع بيني زهافي وكيل اعماله وكوري الوسيط البرازيلي اللي هو في لبرشلونه اتصالاته حتى بيه لما بيحاول يقربه من برشلونه. لا، والد نيمار يسعى لانتقال اللاعب الى ريال مدريد. نتمنى نشوف نيمار. انا اتمنى ريال مدريد. انت تتمنى مين؟ انت مدريدي. انت تتمنى مين؟ اتمنى ريال مدريد طبعا ان شاء الله باذن الله. غريبه جماهير الاهلي يشجعوا ريال مدريد، مع كل الاحترام لكل عشاق برشلونه يعني في كل الاحوال، لكن هنشوف طبعا في الاخر الموضوع هيستقر بنيمار لحد فين. عايز اتكلم على محمد صلاح مع ليفربول شويه، والمشوار السنه دي بدا بانتصارين، بيتصدروا بطوله الدوري هما وارسنال 6 نقاط، فرق الاهداف لليفربول. في نفس الوقت محمد صلاح في ماتشين جاب هدف، ساديو ماني في المباراه الاخيره امام ساوثامبتون عمل مباراه رائعه جدا وجاب هدف اول مميز جدا جدا جدا. بتشوف مسيره صلاح السنه دي في الدوري الانجليزي ممكن تكون عامله ازاي، وهل هيواصل التالق ولا شايف الامور ممكن تكون صعبه في ظل تالق ماني؟ هي الفكره الاولى ليفربول، ليفربول كله هيواصل التالق، هيواصل السير على نفس الخطى اللي كان عليها الموسم اللي فات. ليفربول حلم جماهيره حاليا هو الدوري الانجليزي الذي لم يحققه الفريق منذ 30 سنه بالظبط. اخر مره كان عام 90 كتير قوي، هو الحلم الكبير دلوقتي لجماهير الدوري الانجليزي بعد ما حققوا دوري ابطال اوروبا. يعني لو سالت اي جماهير ليفربول كانوا عاملينها حتى هم في كتاباتهم والسوشيال ميديا وكده، يقول لك ان الدوري الانجليزي عندهم اهم. هو ده اللي بيضعه مسؤول النادي حاليا نصب عيونهم، ولكن في خطا كبير انا شايفه في اداره ليفربول الصيف ده، عدم ابرام اي صفقات. صفقات كبيره ممكن يكون صفقات السبب ان هم صفقات مؤثره. هل اعتمدوا مثلا عوده لعيب زي تشامبرلين مثلا، هل اعتمدوا على استمرار صلاح وماني وفيرمينيو وما حدش فيهم مشي خالص من ليفربول؟ هو كان الاعتماد الاول ليهم ان هم ما فقدوش ايا من نجوم الفريق بالظبط اللي حققوا انجاز دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات، كلهم موجودين، حتى المهاجم البديل المهاجم القناص اوريجي لم يتم الاستغناء عنه برغم العروض الكتير اللي جات له. ساديو ماني وصلاح وفيرمينيو برغم عدم وصول شيء رسمي او تحدث عن شيء رسمي. هو بس اللي مشي من ليفربول البرتو مورينيو. البرتو مورينيو الاسباني بالظبط، ومينيولي يعني حارس المرمى، وهو كده كده لم يكن هناك اعتماد عليه. يعني هم حتى عملوا التعاقد مع حارس كان خارج الحسابات خارج اللعب، يعني لقوه فري جابوه. بالظبط، هو ده اللي جابوه بس، وناشئ يقال انه هيبقى اعظم، هو امتداد عنده 16 سنه. بالظبط، مدافع هولندي برضو زي فان دايك، وبيقولوا هيبقى اعظم مدافع في العالم في السنوات الجايه. يعني مدافع ولا لاعب وسط؟ لا مدافع. هو لعب الموسم اللي فات مع فريق زيفولا الهولندي، ولعب في الدوري، لعب كان من اصغر اللاعبين اللي شاركوا في الدوري الهولندي الدرجه الاولى طبعا، وعمل مباريات قويه، وفي تقارير كتير عن اللاعب ده انه هيبقى اعظم مدافع في السنوات الجايه. هتنافس ليفربول السنه دي على الدوري؟ هينافس على لقب الدوري الانجليزي بقوه مع نفس الفريق والمنافس القوي مانشستر سيتي. لكن ما تتوقعش تلاقي نادي تاني بينافس معاه؟ من الواقع يعني واقع السنين اللي فاتت هي دي بدايه المدفعجيه دايما. البدايه القويه الارسنال، ثم فجاه تتراجع نتائج الفريق ما بتفهمش ليه. اللي شايفه ممكن يكون كويس في معنويات مرتفعه السنه دي فريق مانشستر يونايتد، بس امبارح اتعادلوا مع ويلفرهامبتون 1-1 وضيع ضربه جزاء. بالظبط، اتعادلوا واهدر وركله جزاء كانت كفيله انها تديهم مباراه 6 بونت، برضو يوصلوا ال6 بونت زي صلاح وزي ارسنال. ففرقه مانشستر يونايتد فرقه السنه دي فرقه كويسه، جابوا اغلى مدافع في العالم هاري ماجواير. ماجواير طبعا، فعندهم امن الدفاع كتير. لا، والسنه دي واضح ان هيكون في تالق لمارسيال وراشفورد. راشفورد تالق بشكل لافت جدا في المباراه الاولى. الشيء المؤسف اللي حصل في المباراه هي الهتافات العنصريه ضد بوجبا، واللي اعادت للاذهان من اسبوعين اللي حصل مع محمد صلاح واللي قبلها مع ستيرلينج. بالظبط، جماهير ايفرتون. يعني دي ظاهره يعني لا يجب ان الفيفا يعني في خطوات حاسمه الفيفا اعلن كده. ممكن يكون الموضوع ده ليه دور في انتقال بوجبا لريال مدريد الصيف ده ولا الموضوع صعب برضه؟ اعتقد بوجبا لن ينتقل هذا الصيف، صعب سيظل رفقه الشياطين الحمر. تمام.
يعني اتكلمنا في ملفات كتيره جدا يا استاذ ايهاب، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اشكرك يا امير وشكل قناه الاهلي وجماهيره. بنشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده استاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي بموقع اس الاسبانيه، واتكلمنا في ملفات كتيره قوي محليا وعالميا وكمان اخر اخبار النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.